أحبتي الكرام، أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في صحة وعافية تامة إن شاء الله. إذن كما ترون اليوم إن شاء الله سأخذكم معي في فلوغ محل يدعى هاند أند ستون مساج، جميل جدا، هادئ، وغادي نمشي معكم إن شاء الله بالمراحل اللي استعملت معايا السيدة. إذن أخذت appointment، أخذت رونديفو معهم. يمكن لك تاخذي رونديفو على مساج للوجه أو الجسم كامل. إذن هذه التجربة الثانية ديالي عندهم، ف سررت ب يعني المجيء عندهم. إذن هاند أند ستون مساج ماشي من السهل أنهم يعني يقولوا لك شنو هما البروداكت، شنو هما لي برودوي اللي كيستعملوا، ولكن من من بعد الحصة إلى عجبات كتشري داك البرودوي اللي استعملتي، كيضطروا أنهم يقولوا لك شنو الأسماء ديالها والأنواع ديالها. إذن هاد الشيء كله غادي تشوفوه معايا إن شاء الله خلال هذا الفيديو. في الأخير غادي نوريكم العلبة اللي شريت اللي فيها البرودوي اللي استعملوا لي في حصة. حصة كانت تقريبا 50 دقيقة، واللي معرفة ثمن الحصة أو أي سؤال ممكن توضعوه لي في مكان التعليق وأنا نجاوبكم إن شاء الله بحول الله. إذن كانت تجربة جميلة، من الأحسن الواحد يمشي عندهم مرة في الشهر للإعتناء ببشرة الوجه وبالجسم ككل. إذن هذه هي العلبة اللي استعملوا لي، فكت كتجي مع جميع أنواع البشرة. إذن هاد لاقام جربتها عجبتني، لأنها أول شيء based on herbs، يعني المكونات ديالها من أعشاب، ما فيهاش مواد كيماوية. إذن هاد العشبة خرجوا بزاف ديال الأشياء. إذن كلاريتي هي عبارة على قام اللي كيكون فيها اللوشن باش كتنظفوا الوجه، وماسك وكريم و لوشن ديال ضد أشعة الشمس. دونك كاينين أربعة: جيت كلين وكلينزر ديلي وسكين ديفنس وكول مي ان ذا مورنينغ. هذا هو هذا الكريم اللي كيدار في الصباح. دونك غير باش تشوفوا، انا خديت لاقام غير صغيره غير حتى نشوف كي غتجي مع البشره ديال الوجه ديالي، واش معكي اللي ما كنتيش معاه. دونك خديت هذا غير بحال شانتيو. دونك هذا كلينز ديلي، هذا باش كنظف وجهي. من بعد هذا كنستعمل القوماج، وكما قلت لكم كلهم مواد طبيعيه. يا الا كتشوفوا كنحاول نوريكم انه ما فيهش ماده كيميائيه، كله مواد طبيعيه. دونك هذا ماسك، ما فيه حتى شي رائحه، في واحد الحبيبات اللي كتخلي انها تنظف بعمق. من بعد هذا كنعمل الكريم ديالي، ولا كنتي غادي تخرجي خارج البيت كتستعملي هذا سان سكرين.
تحديدا في معظم بحال المحلات ديال الهاند اند ستون زين اول تايب سكين، سواء كان عندك بشره جافه او دهنيه او مختلطه، هذا كتجي معك هاد الكلاريتي مع الوجه ديالك. دونك انا نوريكم واحد التجربه، غير نمشي نفزك شويه يدي وغير نقطه هكذايا راه كيرغوي. اوكي انا راه درتو على بشره اللي ناشفه نورمالمون، وجهك خصك يعني يكون بللتي بالقليل من الماء. كي من بعد ما غسلتي يدي كنستعملوا دار القماش، فخديت هاد الكونتيتي قليله وندمت كون غير شريت الكونتيتي الكبيره، لان فعلا جا معايا. لان هذا القماش كديري على بشره الوجه ديالك هكذايا، وديما بشره الوجه تكون شويه مبلله بالماء. انا كتبقي على هالطريقه حتى ما كيبقاش هذا حتى كيدخل مزيان في بشره الوجه. وكتحاولي ديريه بحركات دائريه. كيدخل في بشرة الوجه على هذا الشكل. وديما ما تنساوش الكريم اللي كيكون ديال تحت العينين، انا كنستعمل كلينيك ماركة مزيونة. إذن هذا كنستعملو تحت العينين ديالي تقريبا يوميا، مره في الصباح من كنفيق من بعد ما كندير لاكام ديالي، ومن كنبغي الناس. إذن البنات كتجربتي الثانيه في هاند اند ستون مساج، نوصيكم انكم تشريو هذا. ما غاليش بزاف، تقريبا هاد لاكام تقامت عليا، هادي كما قلت لكم شريتها غير باش نشوف واش دابا تقريبا اسبوعين وانا كنستعملو، ما دارت لي لا حساسيه لا والو، بالعكس رطبات لي وجهي. كتخلي الوجه غلو، يعني كتعطيك واحد الـ ما كيبقاش وجهك شاحب، يعني كتعطيك واحد الاطلاله جميله، بحال لا كتخلي البشره ديال الوجه ديالك فيها واحد البريونس. هادي تقريبا تقامت عليا $50، وان شاء الله مادام جات معايا غنضطر انني ان شاء الله نشري كل حاجه سميتو ديالها الكبير، بحال مثلا هادي
هذا كنظن ديالو الكبير راك شي شويه كبير على هذا ب $30 دونك تستاهل. شكرا على مشاهده هذا الفيديو. جمعه مباركه وعواشركم مباركه مسعوده يا ربي، وكنتمنى لكم الخير ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك، وشكرا على الوفاء لكم للقناه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.